كهدي وزع بالشيد والدمه كيف طريقة هانا لخلخلية تربيح وصوغاتي كقانون يانا كبح سنكرتد وحصوهري وإنه بما تعملون بصير الرقيب العتيد إن ترمي سنتهي لبها الكن كاتشوغة ووحك استوات سميسو قرية وآخرة إن لغو كينا يادقو ريد هانددة أدقو الصورة حتى أولا كينا يا آخرة قول قال لورن يا وحي ادخرتي وحي ادر كيسي بوس كات كسميسا لورن يا مرخا تفر قف قيم كم حي يلي هدي كاميرا كاميرات المراقبة مش اذكار كيسا محات سميسا دتك ويلي في عين مركا اي والله يلا لنا يا كاميرا دي الهي ما كسورن وتي ملايك تا كسورن وتي خلقك كلا الهي اخرى وكو مرخا تفر يا كسورن وتي جيركاغا كسورن والهو ودا مرخا تفر يا سيدا اوغيد ملهم قفك مؤمن كاهي مر نبح ما كبر دعكر ودعكر تاني كان عدا مرة كقارك النفط يشهوة ذا يشيطان كحبطه لكن مركي بقفك مؤمن وصان وضع وزع الدين جواك كان أي مركع سيد النبي عليه الصلاة والسلام يسحب ذا ينوجا والرميا كوا أنت يدب كل عين توبت كان أي توبت ذا دم حين قطعي هل الرجميو ما عزيا المرأة الغامدية أيه انت النبي قوي ما دين عليه الصلاة والسلام بلا إني قد زنيت فرجمني إلى رسول كسي وان زنيستي هلا يدق حيو وفير سقف ككاني وحا الربعين دق حلو قدلو حا كان قف كاني ينو أقبلين دق حلو قدلو يعني وحكم ينولش يساجرة سيدا وقيد يوح لنا ينولش يسحابة صحابة مركي هرر القالات بيت جناين ما كي شو غني ما لم يدا حتى مركي مدينة تجانا هرين تي هرردن مدينة يهود بعد جنيد ومشركين كلا جنيد ومنافقين بعد شو غي وبلش يسكت حشر تبيه وحول بله هذانا نبي عليه الصلاة والسلام وازع ديني جاي إيماني جاي أخلاق جاي أبو حوج صارين وبصه سيدا وجد بقرآن كوه حسوهر دقي وازع واحد الصياح آياتك إلهي يكرني مديس يويني ديس يالرحمة ديس كوالرمية آياتك آخرة يعقابتا يجندا ينارتا يسراتك يوحي لمدا كوالرمية قرآنك وبدن مكي جاهي مسائلك عقدي جابو كوالرمة قرآنك مدني هنا كما مرنا ما من آية إلا يصف من صفاته قرآنك عدد بيتشك سساوركتو ما من صفحة إلا يا آخرة وحكو سابسان أمر ربي وحكو سابسان بكو يالا يعني إيمانك على رسي ولذلك ما أنت الدنيا دو وحي أطاق لا أضحي إني سميسو نبي محمد كلمت بكو سمي إلهي وكو سودكي وفرسو تدك بربا وحي موضا ينهد لي واجهلي يا هدي تكنولوجي يا أقوانت يا وحاني بطان وانا قوانت واتددك بالدنيا دو كميسي كوي أقوانت لها وحجوجيه مركي وايين ايي عيداي دونان ديلين وعيداي دونان بوبين وعيداي دونان غوميستين وعيداي دونان جزيه كقادين او سيكسته او غوميستين دوني دم عيد انا قول لهي بو غوميسته اذا وا سكولر باي كورر يعني سكولر كو كبابيه دوني ده نيما كان نكلير ك دوني ده كو غراي مان سكولر اسهي بباديه كي يماده دي ار ذا سكولرز وكوي جامعات كي خبرة هاي الدنيا دك قعنت ما أنت إنتو ده بدن وجرتو مركب بشر كأودي سلاجو أيا المفسدون في الأرض كودولك فسهادي وايو وزعي توجين لها بمقن سلطة كسر يسوي أجين أي كبابان يا مجرتو برشدو دو ماتيرياليستو وحن بيكون رأسي سنتهاي وزع ديني أنا مجرو وزع ديني أنا مجرو مركزات بدن باو حليين هدي الدولة نما مسلمين دالنا هيد واحد بدن با نعم واحد بدن بيقبل لا لكن واحد كون رياضة مسلمين ورشوا واحد كون رياضة كون إسلام كودا التزامه واحد كون رياء إن عقيدة ده نقلبي جدكتو وصيدا بود دكتو ستة وجدوا واحد قفلا إن بدن ما ينكر رناي أما ما لا بدن ما خط المامني إن حادثة دي تاريخ جالة المامي قال كمرأي كانوا سميين قال كما رأيكم بأوحو قاتل قوانا خبر قوين حميه
خمرجو إنه حنيه علميا والله باري وحنيه كل جرالي يدقا كي يصوشي يلي يبرشده وحق السماية وحنا ده وحنيه دبتنا ومدى لويدي وروح محنية هاي ها بيرا هذي وحالا اسكرا عيدات كوردامي دولده برلمان نديدا مدح وينها هي استفتاء شعبية بلشدة استفتاء لقى قاضي وحلا يذكر راعي خبرة اللي جوجيو وده كمرة كان دستور كيس كودر وأمدمنت أنا دستور كده راح يقرتن ما كي حرية دقادنية أمدمنت سو حلا إذا ده كده بقي أيام باكرة أمدمنت كتضرب يتبناد نسيس جد يتبناد ويان أمدمنت كان يروح وشيء جيا إن وطن كمريكان يذكر راعين يدت كيس يد ولد يسيا وحرامي خمر قوين وممنوع يا هاي مريكان مركا و فدرال ستيت سكود بيو كو قسبيني وليبا واحد اللي يددت كانت شان السنة ده هلاسيو 1919 كيبا قوان كاللقاتي واحد اللي 1920 بو هرقلي دون قانون كاس سنة كاس نوعي قلين ينكي ورشد خمرية هايستين وحكا لكو بدلان كرو نكي كباع مشترين كرين وشاقا كالفرقو إن داد كالاسيو بل چاني سيكو قوري كرار هل سنة دوري يطبان سنة كدبنا إسلا الدستور كاللفتي سيبا أمن من كالا لغو غرا أولا لا يا هاي خمر قوي اسكبناي يا هاي استيتسكو إيا قوة مهوساتا كاقاطان لكن دولة فدرال كي وحي لحبي هدو انتا عبست ديجي سو كوتشيراي انتا سو ميليغرام لاجي هاي إن أنا قاعد واضح خيرهم تاسون بعد دولة الصراع أما وحي كلا لقي يلا يو ستيتس كوها قاطان ستيتس كنا سيكل بلوف السحيوة وقت ما أنت خبري وح كيي خبر جمع علم كسوكر لي ماي لما بقول أوقف إنك بدن بالوجود اللي بين هذا ملايين من البوكس بالقرق وحلقة هم ضيع سلبس كودن قال قدر يسوع يقلم لا سمايو من دكس هوسا إلى جامعة بالغود قشرة خمر غي حميسة جرائد كأية تي في واحد دولة دي لها دورة بالغو استعماله دولة دي الدنيا دي وحوق ويني دي واحد تلوان وتاق ويني مانا دي اللو تاق وهي سيلة يلا الله أقول هذا وانا هالك ومانتا قصة عدو الدراغونا مفوقة مفوقة إميكا أحب الأبمي إن لا إله دو حشيشة عافي ماذا هم اللو عبي كرا ودنا ده غاركو وحب الأبمي ودنا ده غاركو إن لا إله دو ميلك غارة اللو عبي كرا وحب الأبمي ودنا ده غاركو إن لا إله دو لايت تفضد بال عبي كرا وحب الأبمي ودنا ده غاركو ولا بيران كرا وليس نباتو قادنسا وحب الأبمي ودنا ده غاركو ولا يبين كرا لكن بشرط برينا واحد أكيد دون تاون سيدي خمر قبية علي يدا حشيشة دون الله ميدا خمر حشيشة سيجار قاد قرون دمي وصع أنا يا سبب تنوى محي قانون كي بحدين كروي السلطة دي بوتاجوي لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى بآيات قرآن كسود تشيو كيري يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فاجتنبوا بالين كذا رادا دوت انا وكذا رادا لكن وقورما شن هي 10 سنوات بو خمر كو حلالها مسلمين تدخدود العبي صدق هي 10 سنوات مكه لا جوغي يا 2 سنوات مدينه لا جوغي شن هي 10 كاس سنوات خمر كو لعبي لكن دت كان عقيدتود يا ايمان كودا لا دسي مركي حد سو غارين أسكر لوما ضلبن ستيشن بوليسيا لوما ديسين محكمة الله سوى تاقل لما السمينين وحل إذا خمركم ما أنت لقى بلا بوا حرام فنادى منادي مد غير مد دواقة ما قال هذا كده إحنا دواقة يدي ورد ضو قرآن بس يود قال لي خمرك هو ممنوع كوي عبي كوب كي قعنتك وهي بقبال وحيوال كوتشرين ولا دادي بلا ولا شيء بلا دمية وكون فوق هذا qaar kamid ah dalishada khabriga markay ilaayeen armaanu nijaas ahayn wadooyinka lagu qubay bay dhahdaan khabar tira badan badan ba wadada lagu qubay wadadana waa tii la yidhi madatu lana aan tariiq mar hadii lagu qubay armaanu nijaas sheegaynin xadkaas ay gaadhay yani waxan tira badnidiisa meesha lagu qubayay
in ragga baday sidaaba u dalishadaan ana masalada fiqa ahaan uma baxayo kama hadlayo laakiin waxaan tilmaamayaa waxa la daadiyey siduu u badnaa iyo magaalada in dariiqyadu khamro noqdeen maxaa joojiyey bayn leenahay waxaa joojiyey waasica diiniga ah waa qofkii inuu alle ka xishoodo diida ee ilaahay inuu arkayo ku qanci waaya ee cabsida ilaahay qalbigiisa degi weydo cidina ma maamuli karto cidina uma taakasho idan ilmihii baa iga xumaaday kan baa cayn ka yeelay waxaan baa cayn ka yeelay mashkiladdu waa tan haddaynu waasica diiniga ku guulaysanno wax waliba way inoo hagaagayaan haddaynu se ku guulaysan weyno waa adagtay nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidka uu sanadkiisa imaam alciraaqiyu ku tilmaamaya xasanka wuxuu yidhi idaa araada allahu bicabdin khayra jacala lahu waacida min nafsihi ya'muruhu wayanhaa qof hadduu ilaahay khayr la doono naftiisa waacid looga sameeyaa mid waaniya oo wax farah oo xumaha ka reeba nabiguna wuxuu yidhi man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi diin waxaan rajaynayaa wakhtigii inuu dhammaaday fortigaygii waan dhammaystay 49 baan bilaabay haddana waa cala kullin diintu waa inaanay macrifo uu noqon laba shay baa kala jira shaygu inuu diin noqdo iyo inuu haqaafa noqdo information inuu noqdo macluumaadaad helaysaa iyo inay transformation kugu samayso inaad noqonayso badso macluumaadkaa taqaano iyo in waxaad taqaanaa noloshaada ay wax ka bedelayso maala ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya qul man yarzuqukum min alsamaai walard am man yamliku asamca walabsaar waman yukhriju alxaya min almayiti wayukhriju almayita min alxay waman yudabbiru alamr gaalada weydii baa la yidhi yaa wax arsaaqa yaa maqalkiinni yaa araggiinni iyo dhegihiinna hanta yaa waxa nool wax dhintay ka soo saara wax dhintayna wax nool ka soo saara waman yudabbiru alamr war yaa wax maamula fasayaquuluuna allah baa ilaahay yidhi waxay ku odhan doonaan alle faqul afalaa tattaquun baa ilaahay yidhi waxaad ku tidhaahdaa war haddaa maxaa rabbi uga cabsan weydeen macnaha meesha ku jira muxuu yihi war yuu macluumaadkiinu information yuu noqone transformation ha idinku sameeyo waan garanayaa inuu ilaahay dunida maamulo isagu leeyo caynka leeyahna waxaan doonaan samaynayaa waxa weeya waa macrifo aan waxba tarin idan diintu ma aha nusuus badan aad garanayso diintu oo waxaad ku dhaqanto waxaad ku dhaqanto wakhtiyadan dambe waxaad mooddaa macluumaadkeennu inuu badan yihiin laakiin waaqiceenna ma ka muuqata waddankaasi ingiriiska masaajid ku yaalla dadka loo akhrinaya weligoodba ismelihii waa maqleen qaar ka midi ama dadka in badan oo ka midi waxyaabu wadaadkan akhrinaya uu radinaya uu ka hadlayo muctazile iyo jahmiye iyo dad baas oo aan meeshanba ingiriiskaba laga aqoonin badanoo ka mid ah ayuu marna dadka ku shubayaa marna ka soo shubayaa ilan qof aa jahmiyaba aqoon marka adagu tidhaahdaa baraya marka hore markaad akhrida akhrida haddana rabtaa inaad ka soo shubto tidhaahdo waa baatil waxa ay sheegeen oo dhammi nacam ninkii caqiido toosu baranayaa ee takhasuskaa qaadanayaa ama shubahaadkaasi meeshay ka jiraan ama waxaasi laakiin halkii caqiidadu ay ka noqon lahayd in dadkan ilaahay iyo cabsidiisa iyo janno iyo naar iyo arkaanuliimaanka lagu weynayn lahaa haddaad muranka bini aadamka ku weynayso waa dhib waxaan rabna caqiido weynaynaysa arkaanuliimaanka aynu naqaanay shubahaadka shubahadii meesha ka jirtuun raddi imika waxaaba laga yaabaa shubhatu lilxaad inay kaba badan tahay shubahaad kaloo badanoo waa hore la akhrii jiray laakiin waxaan leenahay caqiido waa inay noqotaa nool oo qofkan transformation ku samaynaysa ilaahay baraysa inuu ishortaagi doono oo la xisaabin doono oo janniya naar uu mid uun geli doono taasaynu u baahannahay inaynu tarkiisino xoogga saarno waxaynu u baahannahay inaynu dadkan yaqiin dhisno odhanaysa waxani hadduu ilaahay ka yimi wax ka saxsani inaanay jirin walidaalik lain qaala dalika laqad sadaq soo weedhi abibakar ma ahayn abubakar bay damceen inay ku cayaaraan
qoladii gaalee markii al-Isra wal-Mi'raaj uu dhacay. Dabeetana waxay dhaahdeen saaxiibkaa wuxuu yidhi ma ogti, maxaasuu yidhi, muxuu yidhi? Wuxuu yidhi xalay baa lay guuraysiiyo intan Baytulmaqdis tagaan, haddana xalay soo noqday. Iyagu Baytulmaqdis bil bay u socdaan, Mi'raaj baa lagama waramayo, waa Baytulmaqdis ma gaari kartaa iyo ma gaari kartid. Xalay buu yidhi baa lay guuraysiiyo, halkaa tegin. Abibakar wuxuu ugu jawaabay eray qura, lain qaala dalik laqad sadaq, sidaa hadduu yidhi runbuu sheegay buu leeyay. Waxaan uga dan leeyahay, hadday kalsoonideenna diineed iyo yaqiineed xoogaysato oo aakhiro rumayntaynu rumaysanayna berri tegi doonto wax kasta ood samaysaan ay xoogaysato, dan waasiceenna diinigii wuu dhismayaa. Ilaahay hayna fahamsiiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.